بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. و الكاتب العام للجمعية اعتذرني ان مريض شوية، وراه قريت كان دارو ان يعني ما انا غادي نقراو يعني المساهمة اثناء امتحانات موحدة الدورة الأولى والثانية، جوائز في آخر السنة للجمهور 2014-2015، إصلاح فوران الدراسة وصباغتها وإزالة الأعشاب، تأسيس الدراسة، تغيير مفاتيح الأقسام والمصابيح، تجويد أساتذة بأوراق الاستنساخ وسعادة التلاميذ المهم. 2015-2016، إزالة الأعشاب الضارة، جيل مساعدة التلاميذ المهمين حتى نهاية السنة. 2016-2017، تجويد مؤسسة بأوراق الاستنساخ وخدم سبورات التلاميذ، نظافة ساحة الدراسة والتلاميذ المعوجين راح تعليم. والجوائز راه ما تحلاش يعني هذا هو مجمل يعني الاعمال اللي قمنا بها ثلاث سنين كتبان قليله، ولا 2013-2014 المداخيل 59,000 يعني كان ماشي دخلوا في السنه كان فيها شاطر في شي حاجه في الموسم السابق وجديد. المصاريف 600,000، 2014-2015 المداخيل 6,000، المصاريف 665,000، 2015-2016 المداخيل 3,000، المصاريف 682,945، 2016-2017 712,000 المداخيل، المصاريف 26,000، جميع المدة ديال 3 سنوات هو مجموع 2,762,000، المصاريف 1,971,975، باقي في رصيد الجمعية 790,455. راه كاين حق الآن إذا كاين شي واحد عنده شي تدخل يتدخل. 15 في تناقص، ما نعرفوا شنو هما الأسباب. وباش ان شاء الله المكتب الموقع ان شاء الله غادي يشرف على هذه المهمه، غادي تاخذ بعين الاعتبار هذا التناقص ديال الميزانيه ثلاث سنوات باش نديروا شي تدابير ان شاء الله ما نوقعوش نفس المشكل. الحمد لله. والسلام عليكم. تحيه المؤتمر المدني الكبير لبعض الاخوان اللي كيشرفوا عليهم وجودي هنا معنا، كذلك نلقى تساؤلات من الداخل من الاخوات ديالنا الداخل انهم كيكونوا ما عارفينش نهائيا علاش كنهضروا. البداية السيد رئيس الجمعية، لأن هذه جمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ. البداية السيد رئيس الجمعية كتب موجز التقرير الأدبي خلال هذه الفترة ممتدة حوالي 3 سنوات وشهر من 30/11/2015 إلى غاية يوم 31/12/2016. بالنسبة للأستاذ فقط نحاول نختصر في
عايد للاخوات ربما اللي تسمعوا قبل، بعجاله تتلخص في مجموعه من النقط اساسها كاين واحد الدعم مجموعه من التلاميذ اللي ما كتبانش لدى العموم، ولكن هي كتكون غالبا مع التشاور مع الاساتذه ديالهم الى اخره، كتكون لوائح ديال الناس اللي مهووسين واللي ما عندهمش ادوات، كنحاول ما يمكن ندعمهم بدايه السنه. ثم كيتم خلال السنه كانت بسيطه نسبيا هذه الفتره هذه، ولكن الحمد لله كانت في بعض الحالات جاده جدا وعطت ابديلها. ثم كان واحد الدعم تربوي بسيط جدا، للاسف ما كملناش البرنامج ديالنا اللي كان مصدر، درنا واحد وقيته ومصدرها المره الثانيه ما كملناش، هذا العام ان شاء الله الى كتب الدعم لنا. اذا هذا فيما يخص الدعم التربوي والجانب التلميذ المباشر اللي كيعطوه احنا هو الاساس ديال هذه العمليه كلها. وطبعا الحال الفضاء ديال المؤسسه ما يمكنش نسمحوا فيه، اذا كانت مثلا ظروف ديال المؤسسه ما كتسمحش باش يجلس فيها التلميذ، راه اكيد ما غاديش يكون مرتاح لا التلميذ ولا استاذ ولا اب ولا اخره، وبالتالي كنضطر احيانا الى القيام باعمال رغم انه اخذ علينا انه ماشي القسم ديالنا، ولكن بعد حين او بعد تردد كنحاولوا نزور جميع الاطراف ويبان لنا بان احنا من الضروره انه التعاون لابد، الاصلاحات لابد نقوموا بها والا غادي يوقع لنا مشاكل. وبالمناسبه نحن لا زلنا مستمرون نطالب بتغيير الاقسام المفكره، والنقطه هذه راه مازال غاديه. على ذكر ذلك كاين بعض الحالات كتضطر باش تصور السقف ديال القسم الى اخره، ممكن هذا ساروت هذا كذا، تدخل في مؤسسه اضطرينا درنا الباب ديال الحديد الى اخره، هذا بالنسبه للاعمال عموما اللي كتبان. ثم تدخل كتكون مرحليه حسب متطلبات واحد الفتره معينه، مثلا كتجي واحد الفتره ديال واحد عمل معين لابد تدخل جمعيه بمساهمه اما مباشره واما غير مباشره، اما كنطلب الناس يعاونوا فاما كنطلب، هذه بصفه عامه. بالنسبه غادي نحاول السبب الاساس كاين اولا نقص عدد التلاميذ، هذا من جهه. من جهه ثانيه كاين واحد الوقيته كنا كنعتمدوا بزاف على المساهمات ديال الناس برا، كنا غالبا كنتصلوا بها ديال الناس برا كيساهموا معنا، ولكن المساهمات مؤخرا غادي نقولها يعني بصريح العباره نقصت. وعاوتاني حنا ما يمكنناش دائما كنتصلوا بها ديال عباد الله، عندك واحد الرصيد الا صرفناه عاد كنتصلوا بها ديال عباد الله. كنا عاده في مجموعه من الفترات واخا عندنا واحد الرصيد في كنحاول ما امكن نخليه. درنا برنامج للاسف نحاولوا ما امكن نكملوا عليه، كنا طرقنا على واحد البرنامج انه غادي نحاولوا يكون عندنا واحد الرصيد احتياطي، كنا هضرنا عليه مع مجموعه ديال الفرق الرسول كانوا حاضرين معنا سابقا، لا بد من واحد الرصيد احتياطي في حاله ما ترقبنا انه اذا غادي يكون شي اصلاح ديال هذه الاقسام او العيادات البناء اكيد غادي يكونوا مطالبين باصلاحات مباشره بعد هذه العمليه. اذا الجمعيه تكون متيقنين ان لا بد يكون عندها واحد الرصيد فترصد الاحتياط بطريقه او باخرى، والا غادي نضطروا ذاك النهار غنبقاو ندخل البيبان اعطي لكم 50 درهم 300 درهم وما غادي يدير لها والو، لان الا كان شي اصلاح في المؤسسه وحنا كنترقبوا ان شاء الله على حسب بعض الاشخاص عطونا الوعود انه ربما يتبرمج ان شاء الله على قالوا اذا ما عندنا والو نعاودها قالوا اذا القول والفعل شيء وعدونا انه ان شاء الله نحاول نبرمج اعاده بناء الاقسام، وعدونا انه اثناءه ربما تسحب الملعب اللي وراء الاقسام. لهذا السبب احنا حاولنا ما يمكن ما نديروش ثلاث نصف صفواش في الاصلاح اللي في الساحه اللي وراء الاقسام. حسب ما امكن نقتصر، ورغم ذلك غادي نضطروا نصرفوها، مثلا احنا كنا في المكتب اللي غادي ينتهي المده ديالو الان، كنا متوقعين انه غادي نحاول نديروا جوائز خلال الفتره الاولى. لا مدي انه في القاهره ديال الجائزه في نهايه السنه عامه، جربنا واحد مجموعه من السنين هل الجوائز كتكون في الفتره ديال نهايه الدوره الاولى، عطات الوقت ديالها التلميذ اللي كيجي صاحبه والتلميذه، ملي كنقول التلميذ سواء الذكر او الانثى ليهم، ملي كتجي صاحبه معاه كيحصل حتى جائزه في كل اسبوع على اسبوع اللي كيرجع يقرا كيحس بها كتكون قريبه. ملي كتعطيه مثلا ثلاث شهور ديال العطله ولا شهرين ونص ولا شهر ولا ديك الراحه، هذا كينساها ولا كيتنساها، بس
الحياة كلهم كاملة. وبالتالي نقول سيدي كنطلب لها الآن في المناسبة أنه اللي غادي يكون في شي جمعية يحاول ما أن يتميز يكون طيلة السنة. من الدخول إلى نهاية السنة. لأن الظاهرة أنه كنديروا الحفل ديال ختام السنة. صراحة يقال فيه إيجاب سلبي إلى آخره مهم هذه النقاش، ولكن أقول أنه نحتاج إلى دعم تربوي، دعم دعم عملية تربوية خلال السنة. من بين نقط الأساس في هذا الدعم كاين التركيز، التركيز والمتابعة. وبالمناسبة غادي نثير النقطة اللي كنطلب الإخوة يديروها، الحضور ديال الآباء بالمناسبة أذكر الحاضرين، شكر كبير للدعوة، ولكن دائما نؤكد أنه كاين حضور ناقص فيه، سواء خلال الاجتماعات أو خلال بعض المتطلبات خلال السنة، كنشوفوه جوج مرات، إما أثناء التسجيل، وإما لوقع المشكل، وهذه نقطة دائما كنطرحوها. عرفناش الدواء ديالها اللي تيقول إلا عنده شي واحد عنده شي طريقة باش ندوروها بس أمهات وآباء إلا مثل المرافقين اللي تيجيو في 8 ولا مع زوج ولا أثناء اصطحاب الأبناء ديالهم إلا هاد المرافق ومن بعد منهم الدخول غادي نذكر هاد النقطة لأن غادي نسولف فيها مع الإخوان السكولين الدخول الممر الخاص بالراجلين الاخوان ديال الجمعية ومجموعة من الاساتذة ومجموعة واحد عينة من الاباء كيتشكاو كنحاولوا نبلغوا لهم واحد الميساج واحد في اطار التربية في اطار العملية التربوية انه التلميذ ملي يخرج من القسم يخرج من ساحة المدرسة كاين ممر الراجلين وكاين الراسين كاين التروتوار وكاين سبق صدر الشديد كاين بلاصة اللي مسبوغة بالبيض في الطريق حاولنا الاخوان ديال الجمعية اللي عاونونا في المناسبة نستقروا لهم كل يشوفوا يعني المشكل اللي كان قوي مجمع الدام للأسف مجمع الدام وقاش كان قوي مجمع الدام اللي كيكون مصاحب بالأب أو الأم يخرج من الباب يشكو فيكو يقول له الله يخليك راه ولد تعلمنا الوقت يقول أو معلش وسع حل مرة أخرى أرجوكم اسمحوا لي ربما غادي يعني كيبان بحال هكا نأنب شي واحد لا أقصد شخص معين ولكن أقصد عملية ككل من بين الواقع عرفتو انا كنغلط راه ماشي انا كنقطع الطريق عرف انا توصلت مش في الطريق عاد كنعقب الاه كنقول عباد نخرج من الطريق انا الاولى كنقطع الطريق لان هذه نقطه بغيت تسمح على اطاله في الكريم الاخوة عاد هذا الساغي الاساتذه هو رفيق الطلبه شاري تشغلوا ما وغلقوا الوزاره التربيه وشكرا بعد جمعيات تدخل بالاب والتسلل هذا هو المسكين هذه راه المهم يتوقع شويه من الوطا جمعيات تدخل بالاب الحين تدخل الغرض التقرير الادبي والمالي واللي غيقصد ضمن عمل سيفوز شنو التقرير ديالك الاخوان اضطر لاخذ الكلمه معليش 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 اضطر لاعاده الكلمه اذا كاين شي نقطه نناقشوها ناخذوها من دابا غادي نزيد نقطه ثانيه اذا كاين توصيات او ملاحظات على ما ياتي لاحقا على المستقبل غادي نخليوها حتى التشكيل المكتب ربما نفتحوا النقطه ديال التوصيات الان السيد الرئيس يطلبكم من تصويت عن التقرير المالي والادبي اما غنصوت عليهم جمله وتفصيله مره واحده
إذا كان القبول، إذا كان تحفظ أو كان شي تدخل مرحبا. إذا إذا كنا قابلين هذا القرار، يعني هذا التقرير عفوا ماشي القرار، هذا التقرير الأدبي الإخوان اللي قابل هذا ما قرأ يرفع يده فقط باش نشوفوا النسبة. اللي عنده تحفظ كذلك، باش نبداو حنا بالعكس كعادة حنا كنبداو بالعكس، أنه اللي ما قابلش هذا التقرير الأدبي يهز يده. كاين القبول. معلش هذا نضطر دابا باش عند تصريح الدليل هاي الله. خرجوا برا. وما كان على عاتق هذه الجمعية انتهى. الرفض كاين. الآن المكتب يقدم إقالة كرسمية جماعة. وبالتالي العادة أنه السيد المدير اللي عنده كلمة أو مباشرة الأكبرون سنا وأصغرون سنا لي تفضل المنصة باش يسيروا، لأن حنا المهمة ديالنا انتهت. شد الميكروفون فقط. النوع ديال الناس حاضرين معاك هذه الأخرى الأساسية. اقترح من يخصنا أن الغرض تقدم على رئاسة جمعية أباء لي التلاميذ قد يعرف حسن سيد. ديبو ديال دار صورة أكرا صورة الرأي العام شورى اقترح بسم عليك بسم عليك مادام تم تعيين الرئيس جمعية آباء التلاميذ حسب قانون أساسي لجمعية آباء التلاميذ أن الرئيس هو من يختار المكتب بقية الأعضاء وشكرا. بالإجماع ما عندي ما ندير. ومرة أخرى كنشكركم الثقة على الثقة تاعوه مرة أخرى. والمكتب حتى أنا غادي ندير واحد الشرط، هو المكتب اللي كان هو اللي غادي يبقى. ولكن كاين شرط أخر، هو الأمهات اللي بغات تدخل شي وحدة معنا في المكتب مرحبا بها. دابا يعطيونا الأسماء باش نسجلوهم وتكونوا معنا في المكتب. وانا في المكتب. غادي لا كاين شوف كاين اللي غادي نغيروا المستشار. انا المهم الاعضاء كاين النائب الاول استاذ بوخسيف. امين المال كاين الطويل مصطفى. زيد. الكاتب كاين صعب قادر صابطه. ماشي. انا قلت لك في الاول راه مريض شويه. وعندو واحد العذر راه اتصل دابا اتصل بالتليفون دابا راه قلت لكم كتب التقرير الادبي ولكن عم قالوا واحد العذر وانا قريت هذاك الشيء بالبوجاز وعاد ربما هو راه كان قال لك ما خصنيش لان حتى هو عندي مسؤول ولكن غادي نضغطوا دابا من حيث يعني الاجماع يعني الاباء اكيدوا غادي حتى هو بزز عليه يبقى غير اللي ما اللي بغيت انه هو المستشارون يعني راه كانوا غايبين طول الفترة ديال 3 سنين غايبين هادو غادي نغيروهم اللي بغى يدخل شي واحد هنا ولكن اللي خصو يتطوع يقدم راسه. أستاذ بوخسيف أروح.
راه النائب الاول ما عندك راه شوف راه الاجماع ما عندك ما تدير اجي هنا يلا صافا ماشي بوكس ما غاديش نخدم انا خذوها يقين مني ما غاديش ما نعرف راسي شنو شوف استاذ خدم لنا هذا شوف صافا خدم ام صافا ترى ولا كنا نائب كاتب العام اللي بغات تقدم شي وحده تقدم اش بغات اش بغات اش كاين بلاصه ديروها شرف الجمعيه تابع عاد مستشار واخا كاين شي وحده تقدم على الاخوات نعم سوينا غير شي وحده ما كانت مشكل وهذاك الليجان هذاك غادي دير وتكليف ماشي تشريف تكليف وليس تشريف هذه المهمه اللي حنا فيها طبعا الحال ربما شي وحده كيشوفها صعيبه بالنسبه لهم ولا راه اكيد كاين الاخوان اللي معانا هنا يقدروا يخدموا احسن منا واكثر بكثير لان معروفه ملي كتكون في واحد المرحله في واحد الحاجه بزاف ديال الوقت كتكون النتيجه ديالك ناقصه يعني اذا كان شي واحد اللي يقدر يعوضني انا عبد ربه مرحبا به انا كنقولوا دابا انا مستعد يعوضني هذه رقم واحد رقم اثنان انا عندي واحد الشرط اساس كنت في المكتب ولا ما كنتش لايهم اللي غادي يكون في المكتب الله يرحم لكم الوالدين يكونوا عمليين ما يتعاملوش معنا بديك الطريقه ديال الرسميات علاش ما صيفطليش المراسله باش نجتمع معاك علاش ما قلبتوش عليا علاش ما درتوش راه كيما كنجي انا مع الثمانيه المدرسه خصو يجي حتى هو راه الرايت ولا الامين ولا فلان ولا فلان اللي كيجي المدرسه راه ما كيصيفطلو حد الناس اللي خصهم يكونوا في المكتب خصهم يجيو راسهم الى عندك هذه الاراده وهذا العزيمه وهذا القوه ان قد تطوع وقد تجي 8 قبل 4 تسمع خدمتك 8 قبل 10 5 و 4 طيح عليك الشتات وصل لهاد الناس مرحبا ما قادش قول ما قادش وبعد كما قلت انايا هذه الله يرحم لكم الوالدين لان مرارا كل دوره كنشكلوا مكتب كنديروا فيه عاده كتقلب عليهم كتلقى معك واحد ولا جوج كنضطروا نجيبوا ناس اللي ما معناش في المكتب الله يكثر خيرهم الله يجزاهم بخير كيخدموا معنا راه الفتره اللي فاتت خدموا معنا الناس اللي ما كانوش معنا في المكتب ما غاديش نشير لهم بالسماوات انا نطلب الله يجازيهم لانهم كانوا داك الشيء لله تطوع منهم كاين اللي عنده ولاد هنا اللي كاين ما عندوش وكاين يجي يخدم معنا الله يكثر خيره اذا الاخوان الله يرحم لكم الوالدين اللي مستعد وعنده الاراده لان الجمعيه الاساس ديالها دور ديال الاساس ماشي هو تجي تلاحظ شي حاجه راه ما درتوش هذه راه ما درتوش هي ما درناش باش غير نتفاهموا راه ملي كتقول شي واحد ما درتوش بدا براسك هي الاول انا ما درتش وهذا الحاج الله يكثر خيره يسمح لنا راه دار الحضور ديالو فيه البركه اذا حنا ما درناش ماشي انا ولا انت ولا فلان حنا ما درناش هذا من جهه من جهه ثانيه راه ما يمكنش المكتب ديال الجمعيه يتمشى الا ما كاينش التعاون ديال الاباء كلهم كيفاش التعاون غتقول لك كيفاش التعاون في هذه القناه وكيف واش راه تلقيت معك في الجامعه وقلت لها شنو شنو ملاحظه راه كنوصلها للمكتب الدور ديالي هو تنسيق ما بين الاباء ومكتب الجمعيه واداره المؤسسه والاخر الطاقم التربوي اللي كاين في المؤسسه ككل هذا هو الدور ديال الاساس ديالنا وهنا غادي نطرح لكم واحد الفكره هو انه لابد من اللجان ومن هنا لفوق غادي نديروا لجان ديال المستويات كنطرح لجنه المستويات تحضيري مثلا خصو واحد الاب اللي تكلم كيقلب على التليفون ديالهم ما كيلقاهمش في التسجيل كتطلب لهم التليفون كيعطيك التليفون كيصوني ما كيجاوبكش كاين اللي كيعطينا التليفون اللي كتصور فيه قبل مره كتقول واش هذه ام ديال فلان ولا العائله ديال فلان كتدور فيك ارجوك ما غاديش نلقاو عيطنا ننسى دعي بالله كتطلب لهم التليفون كيعطيوك النمره كيحشم لك الساعه كتعطي النمره ما كتخدمهاش واش انا غنبقى نجرب النمره في التسجيل عار وغدا يقول لك اودي ما اتصلتوش بينا انا ملي كنتصل الاول بالثاني بالثالث كنلقى واحد في 10 ولا واحد في 17 اللي جاوبوني كنوقف العمليه ككل ما بغيتش نستغرب اذا ها يعني قد اذا كاين اربعه الاشخاص اللي اربعه خمسه كاين عبد ربه كاين سشوا نعم عماد عماد طماوي هو جاوب الجواب
سمير شوقي. سمير شوقي. سمير شوقي. سمير شوقي. سمير شوقي. تجيبوه نمشيو كاملين وحده من زوج. ربيع الباقوقي. ربيع الباقوقي. غادي نجيب التلامذة ديالنا بعد شوية. أسامي. خدام خدام روح الله يرحم الوالدين. لا معليش 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 شوف احسن احسن ملاحظة أخرى بالنسبة للمدرسة راه خصها أقسام. خصها أقسام لأن بالنسبة للقسم الأول غيكون الأب راه يتزاد. أنا قلتها للمدير هذا شحال. قاعات ولا التلميذ الطلابي؟ قاعات قاعات وربما هو راه كيتبقى وراه كاين الروح هنا قدامكم كلشي راكم تشوفوا فيه. ماشي حتى صحيح 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 صحيح. ولهذا بالنسبة للجمعية ولا الآباء يقسموا يتنبهوا على المسألة هذه. المشكل ديال الاقسام المشكل خصو يتصاوب ثم الاساسي يسجلها الله يرضي عليك هو انه معليش 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 ماشي مشكل ماشي المشكل اللي بغا يوقف الدنيا راه الفابريكا ولا لا النقطه الثانيه انه توسعت المؤسسه كاين انه حنا كنلاحظوا مثلا الان اصوات ديال التقرير كيتزادوا وناس ديال الرفع الاولي موجودين برا بزاف انه غادي عندنا الطلب ديال توسعت المؤسسه طرح فكره يعني الان وخصنا نفكروا فيها جميعا لا جمعية لا بس هذه ما دمت لا ناكلوا ماشي حتى يجي مسلم دراسي عاد الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الشكور الحليم لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الضالين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر منصوبا ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجرنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا والدين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا جمعي يا رب وفقها لصالح الاعمال يا رب وفقها لصالح الاعمال يا رب اصلح لها اولادها يا رب اصلح لها ازواجها يا رب زد لها في مالها يا رب احفظها في دينها يا رب كلهم جميعا وليا ونصيرا يا رب كلهم جميعا وليا ونصيرا يا رب كما يخدمون اولاد المسلمين يا رب وفقهم لصالح اعمالك يا رب وفقهم لصالح طاعتك يا ارحم الراحمين يا رب كلهم جميعا وليا ونصيرا
جمع جميعا يا ربي عشر خطواتنا يا ربي عنا متحابين فيك يا ارحم الراحمين يا ربي انزع من قلوبنا البغضاء وانزع من قلوبنا الحقد وانزع من قلوبنا الحسد يا ربي كلنا وليا ونصيرا الاستاذ ذي النمرض اللهم شفيها اللهم شافيها اللهم شافيها اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارزقها صحة جيدة يا رب ارزقها العفو والعافية يا رب كلها وليا ونصيرا والأسد دينا جميعا المعلم دينا جميعا اللهم كلهم وليا ونصيرا اللهم اشفي مرضاهم وعافي مبتلاهم وبلغهم بما يرضيك امالهم يا ارحم الراحمين يا رب كلهم جميعا وليا ونصيرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين المسؤولين ديالنا جميعا يا رب كلهم جميعا وليا ونصيرا اللهم اجعلنا متحابين بك يا ارحم الراحمين تلم ديالنا جميعا الاولاد ديالنا وتلم ديالنا يا رب ارزقهم النجاح يا رب ارزقهم النجاح يا رب ارزقهم العلم يا رب احفظهم يا رب احفظهم في صحتهم احفظهم في ذكائهم يا رب ارزقهم النجاح يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الملك ديالنا اللهم انصره نصرا مؤزرا اللهم انصره نصرا مؤزرا اللهم كن له وليا ونصيرا واحفظه في جميع اسرتي يا ارحم الراحمين يا ربي جميعا واولادنا جميعا وازواجنا جميعا واحفظنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.